الرباح التي سيغادرنا عوض راغب يسدد كرة باتجاه الصحفي مهند جويرس لا ينسى لكرة الأخضر باسم فتحي. ولكن الله 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 مهند جويرس مهند جويرس يتصدى لأول كرة كانت من باسم فتحي حارس مرمى مميز. مهند جويرس وصحفي مميز. عيسى السباح يرسل كرة باتجاه مهند جويرس. السباح يعدي كرة الله. ولكن يا جويرس مهند حلو. هذه كرة لحسن. هو حسن لكن جويرس. مهند جويرس يجب أن تغير مهنتك من صحفي إلى حارس مرمى. مهند جويرس بأهدافه. عيسى السباح يسجل مر باسم باسم فتحي وكرة. ولكن مهند جويرس هنا يعني أميزهم. مهند جويرس رائد عساف بتوجيهات للاعبين أن يخرجوا بأقل الخسائر يعني 8 9 10 على الأقل. رفقاء أبو رونق الجويري قال لي قبل اللقاء سأسجل اليوم 3 أهداف. كرة تلعب باتجاه السباح لكن مهند مشروع حارس مرمى قد يكون ناجح. لا يتحمل الأهداف الأربعة لا شيء. وكرة تلعب باتجاه عيسى بالراس. الله على عيسى السباح والأجمل جويلس يا مهند على راسية من نار كانت من السباح الغدار. لكن جويلس صاحي لكرة عيسى في اللقطة الماضية الذي خاض مع المنتخب الوطني. كرة الآن باتجاه عيسى جويلس يخرجها. السباح عيسى يا عيسى. ولكن يا جويلس ولكن يا مهند الله عليك يا مهند معرفتك يا مهند جويلس بهذه الموهبة في حراسة المرمى يا أمام قدام الوحدات إلى عيسى السباح. لكن مهند جويلس يستحق بطاقة حمراء لكن حرام حكم اللقاء رز أن ترفع البطاقة الصفراء اليوم. مهند جويلس قدم مستوى طيب يعني الحمد لله. تلقت شباكة 6 أهداف معدل تهديفي جيد لبدايتي في حراسة المرمى. عيسى السباح بلحظات الوداع والرفاق حاضرين هنا. عيسى نعم بلحظات لعيسى السباح في كرة القدم. كنت يوما لاعبا وسجلت العديد من الأهداف.